يقدم عليه رئيس الحكومه من صميم صلاحياته، تعيين وعزل رئيس هيئه مقاومه الفساد من صميم صلاحياته. علاش رئيس الجمهوريه في كل مناسبه يمارس فيها رئيس الحكومه صلاحياته يقوم ناقدا وواعظا؟ نحب نذكر بحاجه انه وذاك رئيس الجمهوريه يتحدث على مساله قانونيه القرار بتاع رئيس الامن بتاع رئيس الحكومه. نحب نذكر انه مرسوم عدد 120 لسنه 2011 ومتعلق بالهيئه هذه، ينص على انه الاعضاء نتاع مجلس الهيئه بما فيهم الرئيس الولايه نتاعهم تدوم 3 سنوات يقع تجديدها مره واحده. وما نصش على الاليه نتاع وقف المسؤوليه في هذه الا في صوره ارتكاب معناها في تجاوزات في خطيره ولا اخلال في خطير في كذا. التوقيت نتاع القرار هذايا في الوقت اللي نحن نذكرك من شهر مارس خرج السيد عماد بوقريس رئيس الهيئه وادلفني بتصريح فهمتني، قال انه يشتغل على معناها فهمتني ملف تتورط فيه اطراف هامه فهمتني ونافذه الى اخره. وقت اللي تجي انت تنحيه في الوقت هذايا، وخرجت عديد من القراءات، نحن مش دورنا باش نجبدوا الناس بالاسماء لانه ثم قضاء هو اللي يقول شكون المتهم وشكون اللي ماهوش فهمتني متهم. وقت اللي تجي تخرج في الوقت هذايا وتنحي السيد هذايا كي تربطوا بالكلام نتاع رئيس الجمهورية، نحب نذكر سيد علي رئيس الجمهورية راهو كان في ردة فعل وليس في موقف نتاع فعل مرة أخرى كيما عملوا له فهمتي في الباساج اون فورس باش حبوا يفرضوا عليه فهمتي الحكومة، كان كذلك في ردة فعل مش موقف نتاع فعل. يعني نحن كيف نحاسبوا ما يلزمش ننظروا كان ردة الفعل برك، يلزم زاد الفعل اللي هو فهمتي منتج لها، لأنهم الاثنين يتحملوا المسؤولية. تحكي على رئيس الجمهورية راهو سي زياد. اي المفروض احنا يكون عندنا رده فعل واعيه ولا غير واعيه، ما رئيس الجمهوريه يحسبها مليح لانه رئيس الجمهوريه في الاخير. شوف اللي 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 قاعد صاير فهمتني كله للاسف خنقوله هو فيه نوع من الاستخفاف وعدم اعطاء المسؤوليه القيمه نتاعها، وقبل ما ناخذوا فهمتني قرار ما ندرسوه شنتني مليح ونشوفوا شنو فهمتني مختلف المآلات اللي نجم قاعد يؤدي لها. للاسف خنقول الكلام في هذايا. ثم حاجه ما نجمش نغفلها خاطر سي عياض تعرض لها في قبيله ولازم نعاود نرجع لها ونختلف معاه بشكل كامل في التصور نتاعو. انا نعتبر انه المشكله ما هوش في النص الدستوري، موش في الاليات القانونيه، لا المشكله مش في السلاح. المشكله في اليد اللي قاعده تستخدم فك السلاح كيفاش قاعده في تستخدم فيه. وقت اللي الدستور اعطاه للحزب الاول وللاغلبيه الائتلافي اذا كان متعلق الامر فهمتي بائتلاف فهمتي انتخابي عنده اغلبيه في البرلمان باش يكون الحكومه، وقت اللي تفشل في التكوين نتاع الحكومه في المره الاولى راهو ما سحبش منها فهمتي الحق هذا سحبه من البرلمان، لا وانما يبقى في البرلمان لانه قال رئيس الجمهوريه يتشاور مع شكون؟ مع الكتل البرلمانيه والاحزاب المكونه في البرلمان. شكون اللي قادر باش الاقدر الشخصي الاقدر بمعنى الشخصي اللي قادر توفر الاغلبيه باش هي نجموا نفوضوها كيما واقع توا في اسرائيل، ما نتبعوا في الانتخابات الاسرائيليه كيما توا واقع في اسرائيل، مش نزيدوا في العلم فهمتي نحن، لكن شنو اللي صار؟ اللي صار انه رئيس الجمهوريه استبد في بالقرار. ففي عوض انه يرجع فهمتي للكتل ويشوف الشخصيه الاقدر حسب ما عطاوه الكتل واعطاوه شخصيات اللي هي في قاعده توفر اغلبيه وقريبه منها اذا كانوا حاب يعمل دور ثاني في ما بيناتهم، لكن هو فني خلاهم فهمتي جانبا وجاب كيما يحب هو، جاب الياس الفقفاخ اللي هو مع احترامي للشخص كان في اسفل القائمه فني من الاول، ومن بعد جاب هشام المشيشي الذي لم يكن موجودا في القائمه اطلاقا فهمتي وحده. دونك المشكله راهو ما هواش فهمتي في النص وانما في الاستخدام تاع النص. الخلاف اللي وقع حول الحكومه هو لو كان جات عندنا في محكمه فني دستوريه دونك هو ثم لعب بعد الفراغات، لو كان ما ثمش ثم محكمة دستورية ما كانش تقع الفراغات هذيك ولا يقع صدمها الفراغات هذيك ومنع التواصل فهمتي بتاعها. اليوم مجلس نواب الشعب اليوم سمعت الرئيس الكتلة نتاع نداء تونس أسامة فهمتي الخليفي قلب تونس قلب تونس أسامة فهمتي الخليفي يحكي فهمتي باعتبار أنه يلزم رئيس الجمهورية فهمتي يتحمل المسؤولية فهمتي بتاعها. لا لا أنتم كبرلمان تحملوا مسؤوليتكم، أنتم تتلموا فهمتي كبرلمان فهمتي الناس الكل، وعلاش مش رئيس الجمهورية ما دام أنا عندي سلطة تعالي في الدستور ونجي ونقولوا نحن فهمتي كبرلمان هاو المصلحه نتاع البلاد تقتضي بنجيبوا كفاءات فهمتي مستقله كفاءات فهمتي وطنيه اللي ما تلا تشوبها شائبه،
ونحن نمشي لك الكفاءات هذيك واش نحلوا لهم الباب ونقول لهم قدموا الترشحات نتاعكم، هذاك اجراء بعد نحن نقوموا به اذا كان لزم. ونمشوا الكفاءات هذيا فين ونجيبوها واش نعدوها ب 145 نعدوها ب 200 اذا كان لزم. لكن البرلمان مش متحمل المسؤوليه فين نتاعنا. اذا ذاك يقول لك المشكله راهي فينا نحن وضبينا نشوفوا نحن وين التقصير نتاعنا، لانه راك من السهل انك ترمي المسؤوليه فهمتي على الاخرين. خلينا نرمي المسؤوليه على الاخرين راهو مش يحل المشكله.